فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس، يعني يوم عرفة، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نحن نشهد بأنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث، ثم أشار الشيخ إلى ما يريد من التشبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. أما بعد، فهذا الحديث في سياق حجته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي هذه ولذلك سميت حجة الوداع. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة غير هذه الحجة. وأما العمر فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات، اعتمر من الجعرانة، اعتمر عمرة الحديبية، عمرة الحديبية التي صد عن البيت ورجع إلى المدينة، وعمرة القضاء وهي التي بعدها التي صالح المشركين على أن يرجع من عامه عام الحديبية وأن يعتمر من العام الذي بعده، سميت عمرة القضاء بمعنى المقاضاة. هذه هي العمرة الثانية. العمرة الثالثة عمرته من الجعرانة لما رجع من حنين، من غزوة حنين، وأراد دخول مكة، فإنه أحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لأنها حدود الحرم وهي على طريقه، لأنه دخلها صلى الله عليه وسلم يوم قدومه من المدينة غير محرم، لأنه كان لابسا للسلاح. فلما فتح الله عليه مكة ثم غزا غزوة حنين ونصره الله على هوازن ورجع إلى مكة، اعتمر صلى الله عليه وسلم لما كان داخلا إلى الحرم، فسميت عمرة الجعرانة. والرابعة عمرته التي قرنها مع حجته عليه الصلاة والسلام هذه.